سوق الهال يعني الحياة فيه معدومي خالص، بس محلات على الأضم، ما في غير هالسحابات اللي فيه، لا منصوب أرضه، لا في صرف صحي، لا في مياه، لا في تواليتات، لا في حمامات. الأولاد إذا بيضلهم غير حمامات 20 يوم راح يصير فيهم مرض. الشتة الشتة، الصيح ذبحنا، الجوع ذبحنا، قلت المية ذبحتنا، والله لا بي شي ولا في شيان، والله ما لنا احنا ارهابية، والله ما لنا ارهابية، احنا بشر مثل البشر عايشين ونقول يا ربي الستر، يا ربي الستر. حاجة والله صار لنا هلق 10 سنين من ضيعة لضيعة ومن مكان لمكان. سكننا بسوق الهال بدكاكين، والله كبار كتير، يعني اسم على الله انه بيتسكروا، وكتير بردنا، يعني حتى اولادي كلياتهم مرضى، ورحنا على المشفى كلياتنا متدخنين، يعني ما في حتى صوابي، ما في تدفئه، ما عندنا حتى، يعني ما جبنا معانا اغراض اصلا، ما عندنا هيك اغراض اصلا نتدفى فيهن. معنا من رفيق إدلب مراسلنا.